السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فضفضة. اسمعوا برجوا لي قبل ما نبدا في صلب الموضوع، يلزمكم تقولوا لي يعطيك الصحة ريحان وتشجعوني بوغ لا سامبل اي اونيك ريزون، لان هذايا قاعدة نصور فيه نهارة الجمعة. ها على عينيكم الجمعة، نهارة الجمعة اليوم شفتوا قاعدين نشوفوا ولا ماهاش حسجلوا. جاني مساج يضحك والله العبيد. بغيف دونك قلت لكم اللي انا عملت افور كبير الجمعه هذه، فيكو سبت واحد سبت خرج نصر، عملت افور وسجلت لكم الحفله ريحه اللي باش نهار السبت، راه سجلت لكم فضفضه نهار الجمعه خاطر مسنش نهار السبت الصباح ونمنتي في الليل حاسيلو. بغيف اون توكا جي في ان افور، ميرسي بوكو ريري، يعطيني الصحه، هذاك اش حبيت هكا. يا سيدي يا بن سيدي، اليوم كما شفتوا باش نحكيو على من وجهه النظر نتاعي انا شنو العلاقه، علاقه الحب الصحيه. خاطر بالحق نحس اللي احنا ديرنيغمون في تونس وفي الشرق الاوسط وفي مجتمعنا احنا الشرقي بصفه عامه، ما عندناش معايير صحيحه للحب، ما عندناش معايير صحيحه لعلاقه صحيه. احنا في بالنا كي غار علينا وما يخليناش نخرجوا مع صاحبتنا اكس واي هذيك عادي، خاطر يغار عليك ويخاف عليك. في بالنا كي هو ما يخليكش تمشي مع صاحبتك يا تعدي ويكاند موحدكم، هو يغار عليك ويخاف عليك. في بالنا اللي ما نعرفش انا بالحق، في بالنا اللي كي ما يخليكش تحكي مع الكوليج نتاعك في الخدمه الراجل هو ما يحبش يغار عليك، من حقه. دونك يبيلنا هيك الكل عادي ومن حقه كراجلك، فهمت؟ وانت من واجبك تسمع كلامه، شقالك شقالي تدخل في حكايه لازم نرضي راجلي ونهني على روحي وي 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 وي. اذا كان انت في سيتوياسيون سوري قاعده تتحرك نوازات، سامحوني قلت لكم تتحرك نوازات كانت تشم في الـ في الـ في اللي حاط عليه الكاميرا. بغيف قلت لكم وانت من واجبك كزوجه ولا كصاحبه، بما اسمع ما ندخلش في حكايه الزوجات خاطر نحس هذيك التريب ما نحبش ندخل فيه جمله واحده. انا بيرسونيلمون ربي هانيكم الناس الكل وكل واحد تعمل اللي تحبها، اما اللي مزالو نحب نحكي لكم شنو هي العلاقه الصحيه سيونتيفيكمون بارلون ومن وجهه نظري انا، معناها كانسان عشت كلك علاقات فاشله وعلاش فشلوا. ومني نحبش نقول اللي علاقتي توا ناجحه، اللي عندها الابس اند داونز نتاعها، كل واحد فينا قاعد يخدم على نفسه، فهمت؟ اما كمان نجم جوج اللي انا انسانه واعيه نعرف شنو نحب وشنو ما نحبش وباش نعرف شنو العلاقه اللي نحب ندخل فيها. نحب نقول لكم حاجه مهمه ومهمه جدا، ديسكليمر جينيرالمون نعمله قبل كل فيديو هذا في فضفضه. يلزمك تعرف تحب روحك، يلزمك تعرف تقدس روحك، يلزمك تعرف تقدر روحك. اذا كان ما عندك، اذا كان ما تعرفش كيفاش تعطي حب لنفسك، كيفاش تجب تعطيه لغيرك؟ الحب هذاك مستحيل، معناها بالحق صعيب انك تعطي الحب اللي الحب لغيرك انت ما تجبش تعطيه لروحك. هذا واحد. مره فاتت في انستغرام نحكي انا وطفله محليها يتهبل نحكي، ومن كلمه لكلمه قالت لي ريحان في خاطر سان فالونتان جاي، قالت لي انا باش نحي من روحي ونعطيه. قلت لها نقول لك حاجه اسمعوا، هي بتتخمع عينها بحد شيء باش تعمل حاجه للروح اما صغيره اصغر من اللي بتعطي لها. قلت لها نقول لك حاجه، مالوغوزمون غلطتنا ان نحي ونعطي، على خاطر تعرف من بعد شنو باش نجي ونحكي باش نقولوا انا ضحيت على خاطره، انا نحيت من فمي وعطيته، انا عملت له اللي هو ما عملتش لروحي، ومش غلطه هو راهو كراجل، هذيك مش غلطه، هذيك غلطتك انت كامراه اللي انت ما حطيتش روحك المره الاولى حطيته هو شنو ذنبه في الحكايه هذه الكل؟ ما عنده حتى ذنب راهو الراجل كي تجي تشوف، معناه شغل في الحقيقه ما عنده حتى ذنب الراجل، هي غلطتك انت اللي قررت انك تنحي من فمك وتعطيه، ما قالكش نحي من فمك وتعطيني، انت اللي قررت انك تحطه هو قبلك انت، هو ما قالكش احطني قبلك انت، انت قررت الحب اللي انت تحبه يتحب لك ليك انت تقرره. سو انت كي حطيته هو قبلك انت، دوك انت قاعده تقول له ما يسالش حط روحك قبلي انا، راه مش العكس. ردوا بالكم راهو الرجال ما يفهموش، ما عندهمش نفس الفهم نتاع الحب اللي عندنا. كي تحطه هو قبلك انت راهو مش باش يحطك، مش بالضروره فما رجال ينجموا يفهموا، مش بالضروره يحطك انت قبل هو، لا راهو مش ديما. وديسكليمر اخر، راني مانيش نعرف اللي فما رجال لا كريم دو لا كريم بالرسمي، راه عندي صاحبتي معرسين، عندي صاحبتي مصوحبين، عندي صاحبتي مخطوبين، سي لا كريم دو لا كريم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قولوا والله احد عليهم الله عيني لا تضرهم، خاطر بالحق رجالهم. اما نقول لكم حاجه، المراه هي اللي تسنس الراجل، راهو
المراه تلقاها قويه، تلقاها عارفه روحها شنو تحب، تلقاها عارفه روحها وين ماشيه، وعارفه روحها في العلاقه هذيك باش تحب تخرج. خاطر العلاقه تحب ولا تكره علاقه الحب اللي نعيشوها 80% من الانرجي نتاعنا تجي منها هي. It's as simple as that. So إذا كان إحنا مانيش متصالحين مع رويحنا وما نحبوش رويحنا، كيفاش ننتظروا الطرف الآخر باش يحبنا ويصلح مع رويحنا؟ كيفاه؟ إذا كان علاقتنا مع أنفسنا ماهيش باهية، كيفاش ننتظروا من الآخر باش تكون علاقته معنا باهية؟ صح ولا لا؟ معناها طب باش نحكيو إحنا في العلاقات، هذا كل مقدمة، فهمت علاش طويلة هكا الحكاية؟ ما نحبها ياسر المقدمة هذيا، خاطر كل موضوع نحكيو فيه في فضفضة، اي موضوع حكينا فيه سا ريفيان او مي سا ريفيان لنفس الحاجه، نرجعوا ديما لنفس نفس المشكل، حب النفس، تقدير النفس، احترام النفس، ديما 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 ديما. والطريقه اللي تحب بها روحك هي الطريقه اللي انت باش تحب بها العبيد، والطريقه اللي العبيد باش تحبك بها، هذيك هو كيسره وهو كيس، الحكايه كلها كيسره يا جماعه كلها. بغيف with no further ado نبداو شنو هي مواصفات العلاقه الصحيه في الحب. انا جبت ميمه، جبت قهوه بكري، قاعده نصور لكم بكري يا جماعه. بون، فما حاجه احنا ديما ننسيوها كي يدخل عبد لحياتنا، تلمو وي ار اكسايتد وتلمو اوني فرحانين وتلمو هكا عاملين جو مش نورمال ونحبوا ندخلوا فك العلاقه، ننسيوها اللي هي سبيس، المساحه الشخصيه، ننسيوها لينا ونحيوها للغير. انا dernièrement my partner مشي للفواياج مع اصحابو، مع اصحابو مشيو لامريك دو سود باش يعديو 10 ايام. صاحبتي الكل كلهم سون اكسبسيون سالوني نورمال تخليه، نورمال تخليه يمشي، نورمال وحده، نورمال نورمال، مي بيان سور كو نورمال، بيان سور كو عادي، اكيد he needs his space يا جماعة، like I need mine. bien sûr normal pour la simple et unique raison يبدأ my partner happy. ليه مش happy pour la simple et unique raison أنا مانيش حياته الكل. his world does not evolve around me. منحبش نكون أنا حياته الكل، منحبوش يكون dependent بيا أنا، منحبش that kind of love. that's toxic. yeah people that's toxic. راهو that's not good. انه الراجل حياته تدور دورك انت، راهو حاجه ماهيش باهيه. يلزم يكون عنده صحاب، يلزم يكون عنده مشاوير، يلزم يكون عنده سفرات وحده، يلزم يكون يخرج، يلزم يدخل، يلزم كيما انت يلزم يكون عندك صحابك، يلزم يكون عندك مساحتك الخاصه. يلزم تعرفوا اللي كوبل راهو هو عنده عالمه وانت عندك عالمك، وتصنعوا عالم تعيشوا فيه مع بعضكم من غير ما العالم نتاعك والعالم نتاعو يتنحى. ما فميش علاقه صحيه في زوز يعديو اش 24 مع بعضهم. ليه انا ضدها؟ انا تفكير اني انا ما نجم نخرج كان براجلي، ما نجم ندخل كان بي من براجلي، خطيبي، صاحبي، بامبورت شنو، نخرج مع اصحابي نكركروا معايا، يخرج مع اصحابه يكركرني معاه، ما نجمش يسافر بلاش بيا، ما نجمش نسافر بلاش بيه، ما نجمش ناخذ ويكاند وحدي، ما نجمش ناخذ ويكاند وحده، ما نجمش ناخذ انا اون سواري نخلي له الدار والدنيا والدين ونخرج. ماهيش علاقه صحيه يا جماعه. اتس نوت هيلثي، اتس نوت هيلثي. وقت اللي انت وانا invade his life ايش معنى invade؟ معنى انت تستعمر حياته، مش هذيك العلاقه الصحيه. كيما هو مش علاقه مش صحي منه انه يحب يستعمر حياتك، احنا رجالنا للاسف الشديد يستعمروها حياتنا. ما نخرجوا الا ما نشاوروا، ما ندخلوا الا ما نشاوروا، ما نعملوا اي حاجه الا ما نشاوروا، ما نمشيو حتى باش نمشيو الا انا عندي حاجه ما نحبش نشاور. فما حاجه اسمها تعلم، راني ماشي لاكل بلاصه، مش تعلمو خاطر خوف منه ولا لا، باش كان تصير لك حاجه لا قدر الله يبدا في باله اكهو. انا نحس العبيد اللي ما يخليوش اللي العبيد انا نحس اللي العبيد اللي ياسر 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 كيبتين على البارتنر نتاعهم سواء امراه ولا راجل، قلت ثقه نشوفها، قلت ثقه في الكوبل، وعلى باز على باز على باز قلت ثقه في النفس، قلت ثقه في النفس يا جماعه. ما تنجم تكون حتى حاجه اخرى، ما عنديش حتى تفسير اخر عفيت، فهمتوا؟ سو يا جماعه المساحه الشخصيه ياسر مهمه، ومهم ياسر انه البارتنر نتاعك ما يكونش ياسر ديبوندون عليك، ما يكونش ياسر معتمد عليك في كل شيء. لازم يعرف يطيب، لازم يعرف يكنس، لازم يعرف يعمل حاجاته من غيرك انت.
العلاقة الصحية تتبني على partnership، على شركاء حياة، شركاء حياة. أك الحب المهبول المجنون اللي مش في بالنا بشي عايشنا، ما يعيشش هذيك راهو يا جماعة، يمرض هذيك، يمرض. So يا جماعة كما قلت لكم، أهم حاجة أك المساحة الشخصية، أك الفيت اللي أنت ما تعتمدش عليه كليا. كما قلت لكم أنتم شخصين، كل واحد عنده عالمه يقعد العالم هذيك، قدر كل واحد حب صاحبه بالعالم اللي هو فيه، وتصنعوا عالم مع بعضكم يكون ذنا موجود لك كما نقول 30-30-30 و10% للجو. من الاخر انا هكا راها الحياة، هكا راها الحياة. وكما حكينا زادا كيف اللي هي الثقة، الثقة تجي وقت اللي تخليه في عالم وما تحاولش تبدله به. اش معنيها ما تحاولش تبدله؟ علامة من علامات العلاقات الناجحة نحسها انك انت ماكش قاعد تحاول تبدل البارتنر متاعك. شو معنى يتبدل؟ انت كي خذيتو البارتنر متاعك، خذيتو على خاطرو عنده صحاب، خاطرو يخرج، خاطرو يدخل، خاطرو يعمل جو، خاطرو يضحك، هذيك اللي خذيتو. تحاولش تبدل فيه ترد وتجيبو كان ليك انت، فهمت؟ انت خذيتو على خاطرو ما نعرفش انا، على خاطرو يحب الهارد روك، تحاولش بعد نجي تبدلو، فهمت؟ حاجات نجم تكون تافهة. ان نحاول نبدلوا غيرنا، مش معنى نبدلوا مش نقصد انا يتكيف وانت تحاول تبدلوا، الا لاديك اديك تحسين ديزابيتود، فهمت؟ تحسين عادات اللي ما فما فيها حتى مشكل. مش نحكي على ذيك، اما نحكي حتى على طريقه تفكير، وفهمت في في في, في العلاقه يلزمنا نحترموا بعضنا، نحترموا الاختلافات. شو اذا هو فيني تجي ما تحاولش تبدل غيرك، انك تعرف اللي اخر مختلف عليك، ما كومش كيف بهي. نحس اللي العلاقات الصحية تتبني على برشة 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 openness. باش تكون علاقة ناجحة يلزمني انا نكون open minded، انا نكون انسانة متفتحة قابلة قابلة للرأي المخالف، وميم تو نكون flexible. هي مانيش يسر معقدة، لا هذيك رأي وهذيك هو وهذيك اللي فما، فماش في علاقة هذيك اللي فما، هذيك اللي فما في عالمك وحدك. اما كيفك 30% متاع علاقتكم مع بعضكم، فماش حاجه اسمها هذيك اللي فما، ما فماش، ما تجيش، فهمت؟ نحسها انا نحسها تطيح قدر ليميت، شنو هذيك اللي فما؟ ما هذاكش اللي فما، لازم نقعد وزوز نحكي مع بعضنا ونشوفوا شنو هي اللي انت عندك وشنو اللي انا عندي، نحاولوا ناخذوا دي زارغومون. اعطيني دي زارغومون نتاعك، نعطيك لي زارغومون، نعطيك الحجج وتعطيني حجج نتاع بعضنا. ومن بعد اذا كان وصلنا اللي تحمزت انت مقتنع بالحجه نتاعك وهو مقتنع بالحجه نتاعو وما لقيتوش حل وسط، نرجعوا للموضوع نهار اخر. نرجعوا للموضوع نهار اخر، مش بالضروره نحلوه نهارتها احنا الموضوع، مش بالضروره نهارتها. اسمعوا بالحق، الدنيا ياسر قصيره على ان نحاولوا نبدلوا عبيد احنا اخترناهم على خاطرهم هما هذوك، ولا نجبدوا عبيد لينا احنا ومن بعدهم على جارهم، ولا نجبدوا عبيد لينا احنا الدنيا ياسر قصيره. في العلاقات الصحيه لازم نقبلوا الاختلاف وما نحاولوش نبدلوا غيرنا على ايتها حاجه. احنا الانسان هذاك اخترناه شريك لحياتنا على خاطره هو بالطريقه هذيك. سو بالحق تقول تو ناخذوا نبدلوا، وانت علاش تختي فيك تحبي تبدلي؟ كي انت تحبي تبدلي شوفي حاجه على قياسك انت ايوغ، علاش تحاولي تبدليه الانسان هذاك؟ ما تبدلش، انتي توكسيك تخمي بالطريقه هذيك. فما حاجه I struggled with it برشا برشا برشا، اللي هي ان we push each other، معناها ان نشجعوا بعضنا with no limits. انا personally speaking انسانة طموحه برشا، نحلم برشا نحلم برشا. اسمعوا ما عندكم حتى فكره قداش من بروجي يجي مخي في الساعه، قداش من فكره نجم نخمم فيها في الساعه بالحق برشا. one of my exes بتعرفوا مره نتفكروا واش قال لي اخي ما تحبش تسكت، تلمو نحكي له، قاعده نحكي له شو نحب نعمل. قال لي اسكت شويه، مش لازم ديما تحب تعمل، ارضى باللي عندك. و that kind of shut me down. وقعدت يمكن 3-4 شهر ما خممت في حتى بروجي جديد، ما عملت حتى حاجة جديدة، I did not innovate، وحاجة قتلت فيها من داخل. شو البنات؟ البارتنر متاعك you need his full support، you don't need،
but you would want his full support. You would want him involved in your projects. You would want him to be your number one fan. اللي انت تحبه يكون هو اول فان ليك في اللي تعمل فيه الكل. انت لك تسرق، لك تكذب، ولك تعمل في حاجه تحرق. باهي طونك هذوما ثلاثه معليها ما كان حتى شيء مخدشه بالاخلاق ديزا. So you would want him to be your number one fan, right? باش تكون في علاقة في علاقة حب صحية يلزم البارتنر متاعك يكون 100% وراك، 1000% يكون أكثر من اللي أنت وراك يكون هو وراك. كما قلت لكم من الأول العلاقات 80% من الإنرجي متاعنا. بهي خاطر that person we spend most of our lives with them. فهمت؟ Donc you need his support. البارتنر متاعك اللي يقول لك اقعد في الدار ما تخدمش، اقعد وانت ما تحبش بيان سيغا، اللي يزي اللي خدمة من غير ما من غير ما تعمل بروجي اخر، ولا من غير ما تترقى، ولا من غير ولا من غير ولا من غير ما تقرا شهادة اخرى، من غير ما تعمل فورماسيون اخرى، راهو هذاك اتس ريد فلاج. راهو اتس ريد فلاج. يلزم البارتنر متاعك يكون 100% behind you. يلزم يكون 200% وراك، 200% وراك. يزمو يسوبرتيك 1000 ساعة ما فيهيش. You cannot afford any other thing. ما تنجمش تاخو أي حاجة أخرى. البارتنر متاعك يزمو يسوبرتيك في الصغار، في الدار، في الماكلة، في المناج، في كل شيء يزمو يسوبرتيك. ما عندوش حل آخر، ما ينجمش يكون عنده حل آخر. راهو يلزمو يسوبرتيك، ما عندوش حل، ما فهميش another solution or another option. No. So choose carefully ladies. بالحق choose carefully. ما تقولش باش نبدل راه ما يتبدلش. خاطر malheureusement في مجتمعنا الشرقي الرجال يغاروا من المرأة الناجحة. نقولها وبكل ثقة في النفس. الرجال يغاروا يخافوا من المرأة الناجحة. ونقول لكم حاجة، they see the potential better than you. يشوفوا البوتنسيال متاعك اكثر من اللي تشوفوا انت. وthis is me. وthis is me. من الاخر مجتمعنا الشرقي يخاف من المراه الناجحه. وديك يلقى مراه ناجحه يقولها مهمله دارك، مهمله صغارك، مهمله راجلك، هاوك علاش طلقها، هاوك علاش ما خذيتش راجل، هاوك ما نعرف شنو، هاوك شكون قال لك هي هذيك اللي تحب عليه. مش ندخل في حاجه اخرى. شفتوا كي بعد على الموضوع رجعوني. من الحاجات الاخرى زيدة اللي نحسها مهمه انك ما تخافش باش تقول سامحني. كي تغلط تقول سامحني اليز برشا، على خاطر الاخر باش يقبلك، باش يقبلوا الاعتذار متاعك وباش ينساه، مش باش يقول لك انت ديما تغلط، والا باش يذلك على على, على 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 الاعتذار اللي قدمته. لا، انك تقول سامحني تكون حاجه سهله وما تصعبش عليك، وماهيش صعيبه في الكوبل. فهمت؟ مش صعيبه في الكوبل، وهذه من اهم الحاجات. انا ما عندي حتى مشكل اني نقول سامحني في حياتي، اما عشت علاقات صعيبه فيهم اني نقول سامحني، خاطر البارتنر معني مش بارتنر، الانسان الاخر باش يقول لي، باش يقول لي، باش يدلني عليها كلمه سامحني. والاعتذار فن ومش الناس الكل فناني، والاعتذار نحسه رقي ومش الناس الكل ارق. فهمت؟ ارقي ولا حاجه ولا ما نعرف. حسبي. يلزم باش تكون العلاقه صحيه لازم تكون سهله انك تطلب السماح، وانه تطلب منك السماح. واهم حاجه في الحكايه هذه انك كيفاه تقبل 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 وتنسى، تنسى تتناسي تتصرفي، اما ما تخليش يقعد كومول. سامحوني، ما تخليش يقعد كومول. وتوا باش نجيو الحاجه اللي نحسها ياسر ياسر مهمه. انا ان سيغتان مومون كنت فهمتها بالغلط، ما نيبش نحكي لكم. بير ويمي كان يقول لك اللي صبر درها عمرت، الحمل يتيح على عبد بركه. قبيلي وقت اللي نحكي لكم فالفليكسيبيليتي وترجعوا غدوه للحكايه. تضحيه ساكريفيز لا فاموس قفه. اسمو حاجه ما نمنش اللي يلزم الكرب يدير على يتيح على عبد واحد، ما نمنش بيها، وما نمنش اللي صبر دارها عمرت. حتى اللي صبر دارو عمر، راهو معناها كيما المرا كيما الراجل. للاسف احنا في مجتمعنا مره اخرى
يلزم التضحية وساكريفيس تجي للمرأة. أنا ضد هالمقولة هذه، ضدها من صنين 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 أصنين قلبي. بهم وقت نبدو في علاقة حب صحية ما تيحش لك ربع على واحد، مرة عندك مرة عندي، أنا باش نضحي وأنت باش تضحي، ما فيهاش زوز ما ينجمو سي سور، فما واحد منا باش يضحي، أما مش ديما نفس العبد، خاطر إذا كان يكون ديما نفس العبد تصير لو كوميل تراكمات باش يفلقط، إي با ما عادش تلقاه بيجو غولون دوما اللي ضحى 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 وسكت ما عادش تلقاه. إذا نحكي لكم حاجة، احنا نحكيو كي نحكيو في علاقة نحكيو على partnership right. في partnership مرة عندك مرة عندي، فما مثل يسر يعجبني on doit choisir nos combats، يلزمنا نختارو لي كومبا نتاعنا. بهي في خلاف من الخلافات تحس البارتنر نتاعك ياسر اكور عندك الحاجة وانت honest to god معناها تنجم you can let it go، تقرر انك you let it go، هذيك انت ضحيت من غدوة بارتنر نتاعك he will let go for something، اما مش ديما نفس الانسان اللي ضحي ضدها. سو علاقة صحية مرة عندك مرة عندي، مرة انت تضحي مرة انا نضحي، مرة انت تعمل مرة انا نعمل، هذيك هي. شو هو حلو ومر حتى يتعدى العمر، اما الحلو مش على عبد بركة والمر على عبد بركة، ما يجيش عليك وعليا الزوز، كيما يتعدى على راسي يتعدى على راسك. وفي التضحية انا نتفكر ماما مرة قالت لي يزي عايش بنتي ياسر تخزري الفوق، اي نخزر الفوق علاش، علاش حتى ما نخزرش الفوق، علاش حتى من من علاش حتى ما نختارش، علاش حتى ما نحطش لي رولز نتاعي ولي برينسيپ نتاعي، علاش علاش شكوني انا عارف روحي شنو، محليني مزيانه خدامه قرايه امبيسيوز ام فيري كايند، علاش حتى ما نحطش رولز، علاش ليه علاش علاش حتى ما نحطش دي رجل في حياتي، نحط the right person will come in. انا نقول لكم the right person باش يجي وباش يقدر البرانسيب نتاعك، باش يقدر لي فالور نتاعك، واللي ساكريفيز راهم يصيروا في شكون باش يخرج بوبيله، شكون باش يقري الاولاد، شكون باش يدوش للاولاد، شكون باش يخرج اليوم وغدوه لي وغدوه يقعد مع الاولاد، هذوك باش يصيروا لي ساكريفيز، ما يصيروش في لي فالور ولي برانسيب نتاعك، ما يصيروش في مبادئك لي ساكريفيس، ما يصيروش في خدمتك لي ساكريفيس. ليه شو تقولي نحب نقعد مع صغاري، هذا ساكريفيس عملته حاجه ترجع لك، اما نحكي ان جنرال لي ساكري يلزم المراه تختار التضحيه نوعيه وقتاش تضحي، مش راجلها يلزم عليها، تحكيو تتفاهموا تنجم تضحي ضحي، ما تنجمش شوفوا حل اخر. وبربي كان ضحيتوا في مبادئكم والبرانسيب نتاعكم مره ربي تعاودوا تضحيوا فيهم مره اخرى، سهله لا معادله، اللي يعملها مره يعملها مرتين. بهي وراو مش تضحيه انه ضربك وتسكت عليه، مش تضحيه انه خانك وتسكت عليه، مش تضحيه انه اهملك وتسكت عليه، اللي ماهيش تضحيه هذيك بيبي، بهي مش هذيك انا هذيك 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 كيفاش هذيك هذيك قلت حب من روحك، قلت احترام لنفسك كنت انت رضيتي بها. للاسف حاجه نحب نختم بها ونحب نكمل بها الفيديو نتاع اليوم هي اللي ما يلزمكش تخاف من البارتنر نتاعك، ما يلزمش تخاف من شريك حياتك، شريك حياتك موجود باش يعاونك على الدنيا، باش يكون صاحبك قبل ما يكون قبل ما يكون راجلك، ما يكون خطيبك، باش يكون صديق، باش يكون اي فريند، احنا نسميهم بوي فريند على باز حتى هي needs to be a friend قبل كل شيء. ما لازمكش تخاف منه، لازمك تبدا تحكي، لازمك كي تحكي معاه تجي تحكي في مرايه تنجم تحكي فريلي، تنجم تخبي اللي تحب تخبي عليه، كلنا عندنا ديجا غدان سكري في حياتنا راهو، وما لازمكش تكون خايفه انك عندك ديجا غدان سكري. So ladies have your own space، اعطي لراجلك ولا خطيبك ولا صاحبك his own space، that's crucial in a relationship. راه بالحق ما عندكم حتى فكره قديشها الحكايه هذيا تنجم تحطم علاقات، انك تحاول تستعمر الانسان اللي معاك سواء راجل والا مراه.
الثقه من اهم شو شفتوا انا توتولو ما حكيت لكمش على الحب جمله سيختي لازم يكون فما مينيموم دو حب اما باش علاقه تنجح ماهوش كاين الحب راهو ما عمره ما باش يكون كاين الحب باش علاقه تنجح احترام ثقه تقدير تشجيع عدم خوف تحب له روحك كما تحب لغيرك كما تحب له لي هو كما تحب لروحك سو ما حكيتش على حب جمله وما نحبش نحكي على حب خاطر ما عمره ما باش يكون من اسس البنيه التحتيه نتاع علاقه صحيه وني داكور شغل في علاقه يلزم امينيموم دو حب ولا هو الحب ما عمره ما يكون كل شيء بيبي ما عمره ما باش يكون كل شيء صلي يكون عاونكم الفيديو هذايا وصلي كان خفيف عليكم كما كالعاده نخرج ديما برشا على المواضيع هنا على غالب عندي حتى حل اخر يا جماعه برشا نخرج على المواضيع صلي يكون عجبكم صلي يكون فرحتكم صلي يكون نفعكم وان شاء الله كل اللي تحبوا انتم احلى ما فما ان شاء الله كل اللي تحبوا انتم تحبوا رواحكم ان شاء الله كل اللي تحبوا انتم من اعز وافين واقوى واجع وانجح نساء في العالم إن نحبكم برشا 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 والشعرة فيكم مليون أنا مليون الشعرة فيكم بالدنيا والله الحب مشكل للرجال الحب أنا اللي نحبه لكم الحب أنتم اللي تحبه لي و thank you so much thank you thank you thank you for everything ونعرف الفيديو هذا راهو ينجم يكون أطول من هكا برشا أنا خليت الأسس اللي فيه أكيد فما دي بارتي أخرين البرشا فيديوهات في فضفضة حبكم برشا ردوا بالكم على رواحكم قدروا رواحكم حبوا رواحكم عارفوا وين تحطوا ساقيكم بالحق بجاه النبي محمد عارفوا وين تحطوا ساقيكم راكم فوزات بريسيوز بريسيوز ما عندكم حد راكم ديامونتيت نوازيت tu dis oui toi aussi moi aussi c'est ce que je pensais راكم ديامونتيت بالحق يا بوليك راكم حبكم